بعد تجربة قصيرة في رياضة فنون القتال المختلط، يعود يوسف بوغانم إلى رياضة الكيك بوكسينج. وظهر يوسف على بطاقة غلوري كيك بوكسينج 91 لمواجهة ستانيسلاف كازانتسيف. هذه هي المشاركة الأولى لأحد أعظم مقاتلي الملاكمة التايلاندية في العالم. مع أكثر من 190 فوزاً في هذه الرياضة، توج المغربي بطلاً للعالم عدة مرات. بعد وصوله إلى تايلاند في سن 17 عاماً، صنع المدمر لنفسه اسماً في تايلاند. اليوم تحدى في باريس مقاتلاً أوكرانياً يتمتع بخبرة واسعة في الكيك بوكسينج، لكنه أيضاً يخوض ظهوره الأول في غلوري. Your opponent is small but very strong and explosive opponent from Mike's gym. What do you expect from him? I think he tried to counter me hardly with hook, left hook, overhand. Yeah. He's not gonna be to walk very well. Yeah. I think he's gonna be surprised. Of course. I think he underestimate Muay Thai. He underestimates you. I think. Me in my sport. تعد نظرات المتنافسين بموعد كبير. بالرغم من المنافسة، لم يتردد يوسف بإطلاق ابتسامة تجاه منافسه، إلا أن تحدياً قوياً ظهر في عينيه بعد ذلك مباشرة قبل أن يصعدا إلى حلبة باريس. الحدث جرى بجمهور غفير في قاع بفرنسا. البطل المغربي دخل النزال بوزن 72 كيلوغرام. من حيث الطول، هناك فرق بين المقاتلان بخمسة سنتيمترات لصالح المغربي. يوسف هو المقاتل الأوفر حظاً للفوز، لكنه ليس لديه خبرة كبيرة في قواعد الكي 1 عكس خصمه الأوكراني، لذلك المفاجأة كانت غير مستبعدة. الجولة الأولى انتهت بفوز المغربي بقرار الحكام. بالجولة الثانية زاد اندفاع يوسف، حيث كان يسدد ضربات بالركبة نحو جسد الأوكراني، وأيضاً كان يحاول إسقاطه على الأرض. لكن بعد لحظات حاول الخصم الالتحام وإسقاط المغربي، لكن يوسف بخبرته عرف كيف أن لا يسقط على ظهره، ودفع الأوكراني إلى اليسار. الخصم عند سقوطه أصيب كتفه ولم يستطع إكمال المواجهة. مدرب الأوكراني مايك هنا حاول إلقاء اللوم على يوسف وقال له: نحن لا نلعب المواي تاي. المغربي قال له: ليس ذنبي أنه حاول إسقاطي. Et je lui mets un coup très violent, plusieurs dans les avant-bras. Ça affaiblit, ça ramène à la blessure. Mais quoi qu'il arrive, j'aime pas casser les boxeurs. C'est une frustration pour lui. Je suis ouvert à un rematch. Je voulais en faire que un. Ouais, Mike Jim. J'ai beaucoup de respect pour Mike Jim. Je respecte a lot that guy.